صباح الخير، صباح الورد والياسمين. كما كتشوفوا اليوم غنبدا معكم الفيديو من هاد البلاصه اللي هي الطراسه ديالي، من هاد المنظر هذا وهاد البلانطاس ولا المحبقات اللي انا كيحمقوني وعزيزه عليا شي حاجه سميتها غرس ولا محابق ولا شجيرات ولا كيعجبني داكشي بزاف. النفسية ديال الإنسان كترتاح ملي كيكويديهم ويعتني بيهم ويسقيهم وكيشوفهم كيكبروا وكيخضروا وكيزيانوا، وبطبيعة الحال إلى ما تولك كيبقى فيك الحال. وأنا كيعجبوني بزاف. مشكلة اللي عندي هي ملي كنهبط للمغرب كنعيا ما نعمل في التروكوس، وهذا هنا عندي النعناع، وكانت عندي الشيبة مسكينة غزالة ولكن ماتت مسكينة ملي جيت من المغرب، جبرت النعناع كامل مات والشيبة ماتت. ودابا شوف عاود غرست شي شطيب شي عريشات النعناع مع جبتو معايا من المغرب وعاودت غرسته، ودابا بدا كيكبر تبارك الله، غير من غير شهر 9 بدا كيكبر هكذا، والشيبه مسكينه كاع ما نعرف واش غادي باقي هادي تحيه ولا لا. مهم عييت ما نعمل معاه في التروكو، داكشي كلشي عاش لي هاد المره، ولكن البلانطاس كاملين عاشوا والنعناع والشيبه ماتوا لي. شريت ديك خيل، كنت كنشري ديك خيل اللي كيتعمل في البلانطاس الا كنتي غتمشي مسافره. عملت القراعي مقلوبين، كتعمرهم بالماء بحال اللي عند هاد الجيران هادو، ها هما كيبانوا في المحابق مقلوبين، كيتقبوهم كتعمرهم وتقبهم وتحشيهم في بلانطاس باش كيبقاو يتسقاو بشويه بشويه لمده شهر مثلا كامل. وهذا عمرت البانيوات بالماء وحشيت فيهم محابق، واخا هكداك اخرين عاشوا ولكن النعناع كامل ماتلي والشيبه كانت كبيره ماتت. مهم الحمد لله ملي كبر لي هاد النعناع. بوينو، بما انني كنت في الطراسة غادي نشطب ونمسح شي شوية ونسقي المحبقات، قلت نبدا معكم الفيديو من هنايا باش نوريكم مشتريات اللي كنت شريت من الكامبو، وندير معكم واحد الوصفة عاود لتبييض الاسنان. وخليكم معايا، نتمنى ان الفيديو اليوم يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجيوه وديروا جيم، وما تنساوش اللي باقي ما اشترك تشترك. بوينو، ندوزو للوصفة. فيها الخرقوم البلدي ديك المطحون، والحامض اللي عنده طبيعي يدير طبيعي انا ما عنديش، بيكربونات الصوديوم والملحة. نبداو غنقبطو معجون الاسنان، نعملو منو واحد الشويه، اي معجون اسنان عندكم اللي كتحكو به دائما، انا عملت هذا اللي عندي. غادي نزيدو عليه واحد القطيره د العصير د الحامض، الا عندكم طبيعي حسن وحسن عصرو فيه الحامض، انا ما عنديش، عملت غير هذا د القرعه، من بعد المرات كي ما كيكونش عندي كيعتقني هذا، اللي عنده طبيعي عملو حسن. كنخلطو، كنعمل واحد الرويس ديال المعلقه ديال الخرقوم البلدي مطحون على اليد، خرقوم البلدي ماشي الملون، الخرقوم. ما تخافوش راه ما كيصفر الاسنان لا والو، بالعكس كيبيضهم. واحد الرويس ديال المعلقه ديال بيكربوناتو عاود، انا بيكربوناتو كندخلو في جميع الوصفات، يا التنظيف يا التجميل يا كلشي، كيعجبني بزاف دائما عندي ما كيخطانيش. كنشري كيلو من ميركادونا، كنبقى نعمر به هاد القريعات الصغارين باش كيجيني سهلة نرشه. رويس د المعلقه د الملحه، واللي ما عندوش بيكربوناتو بالحق نسيت يستعمل الخميره د الحلوه،
في عود بيكربونات ويستعمل الخميره ديال الحلوى. انا حطيتها مع المقادير غير باش نقول لكم اللي ما عندوش بيكربوناتو فيدير واحد الرويس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى عاود نفس المفعول كتعمل. كنخلطوا كل شيء مع بعض حتى كيتجانسوا ديك العناصر مزيان صافي كيولي بحال هكذا. هذه الخميره ديال الحلوى غير باش نقول لكم زعما اللي ما عندوش بيكربونات يستعمل غير الخميره ديال الحلوى بيكربونات الصوديوم. صافي كنقبطوا ديك الخليط اللي خلطنا كنعملوه في الشيته ديال السنان ونحكوا به سناننا مزيان. كنحكوهم مزيان ومن بعد كنشلو بالماء وصافي. وكتبان النتيجه ديك الساعه كيصفاو السنان عرفتي بحال اللي عملتي لهم شي نيتواياج ولا ليمبيسا ولا شي كيولوا كيشعلوا الصراحه. هاد الوصفه غزاله ولكن ما خصكمش تعملوها دائما مره في 15 يوم مره في مهم على حسب. ولا رجعت لكم الشيته ديال السنان صفراء فما عليكم غير تعملوا واحد الكويس ديال المهم الشيته الا رجعت صفراء بالخرقوم فكتعملوا واحد الكاس ديال الماء فيه قطرات من اللخية او جافيل وبيتوها فيه كترجع عاود بيضه كما كانت وكتعقم. المهم البنات هنايا بغيت نوريكم داكشي اللي شريت من الاوفرطه ديال اورو. مسائل الخضره وهذا صافي حشيته في النيبيره. نوريكم غير الحاجات اللي شريت من داكشي ديال اورو. شريت هاد الكيسو الريو هذا شريت هاد الكيسو هذا هاد الكيسو هادو ديال الدهن وهذا وهذا حتى هو هاد المغدالينات وهادو هاد الكويسات هادو عندي منهم وزدت هذا عجبني اصلا انا عندي منهم وعجبتني هادي جبرت بقاو غير شي ثلاثه وحده حمراء وحده روسه وحده فهاد الكولور في البردي وبما انني عندي بزاف ديال الحاجات في البردي ديتها في البردي عجبتني نعمل فيها شي حاجه هكذا. وما في الصراحه خصي تشراو بزاف بيرو انا جبرت ثلاثه ديال الكولوريس ديفيرنتي سديت غير هادي. وهاد ترينا حتى هي باورو عاملين لا اورو وهاد فايري صغير غير ديك الصغير ديال اورو شريتو على القريعه في الصراحه كتعجبني هادي صغيره نزل حدا اللافابو احسن من داك الكبارين باش ملي دائما نبقى نعمرها ملي تسالالي. وشريت هذا كنصبن به باليد غزال على ريحه كيخلي في الحوايج تقول عامله لهم سوافي سانتي وهما ما فيهم ني سوافي سانتي هذا غزال 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 الريحه كتحمق كيخلي دائما كنشريه للحاجات اللي كيتصبنوا باليد هكذا دائما كيعجبني بزاف فيما كنجبرو في هاد الاوفرطه د اورو كندي منه. وملي ما كتكونش اوفرطه د اورو كنشريه غالي شويه باورو 35 ولا شي حاجه بحال هكذا زايد الثمن. وشريت هاد الكاييطاس انتغراليس حتى هما كيكونوا اكثر من 1 يورو في الصراحه شريتهم من هاد الاوفرطه ب 1 يورو. وهاد الشوكولاتي هذا واتون حتى هو ب 1 يورو شريته. وهاد الباريطاس هادو اللي حلوهم كلاو منهم صافي حتى هما شريتهم ب 1 يورو والثمن ديالهم كيكون اكثر من 1 يورو هاد المنسوجات كاملين. هاد الكاييطاس حتى هما ما نعرف واش المهم دائما كنشريهم انا والله ما كنقاقله على الثمن ديالهم. المهم حتى هما شريتهم دابا باورو ضروري ما يلصق لي ولدي في شي حاجه د الخوغيطيس ضروري حتى
دايما خصنا نشريو شي حاجة. كانوا بزاف الحكوطيس بنينيوس تما. هادي شريتها ديال ساندويتشيرا وديك شي ديال اللي كيديو معاهم المدرسة بوكاديو ولا السومو وديك شي اللي كيديو معاهم شريتها على حسب المدرسة. وهذا البابيل كيعجبني حيت فيه ديك الديبوخوس كيكون غزال في هذا البيستاجي دايما كنديه. و بابيل دي بانيو هذا شريت منه بزاف حيت جاني رخيص الصراحة. خيل دي بانيو كاين تماك بزاف الانواع. انا شريت ديال الافوكاتي ديال لافوكا وايتاس دودوت. هادو حتى هما كانوا فيهم الاشكال. شريت هذه الخزامه وفيها 0% الكول 0% ديال الكول كولغات. هاد البيلاس وهذا زولتو من الكرتونه ديالو كل قاطي دنينيو الصغارين. وهاد الكيتشوب هادي بريما وهادي. كذلك شريت هاد البومبيات هادو كيصدقوا مزيانين في الصراحه دائما كنشري منهم تقريبا. وختامهم مسك هاد الفانوسات هادو عجبوني حليل وين في الصراحه كيفاش عاملين كيشعل فيهم الضوء ديك الشميعه اللي كتكون داخل الكتريكا. وصافي هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت. ومن هنا كنختم معكم الفيديو ديال اليوم وكنقول لكم ما تنسونيش من تعليقكم وتهلاو لي فراسكم وباي باي عليكم.